في بحثك عن الحقيقة، كل محطة بحكاية. الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك، فتبحث عن النور في زمن الظلمة، فتتلو آيات من سورة الجمعة، فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين. بضع سنوات وتنعى، بضع سنوات ثم تنسى، وما كان لله يبقى. لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر. خطب شداد بن أوس رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، وإن الشر كله بحذافيره في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في القرآن الكريم رب العالمين تعرينا قصص كثيرة وعديدة، وأحيانا القصة رب العالمين يعطينا إياها على أكثر في أكثر من سورة، وقد تكون موجودة في سورة واحدة، قد تكون هذه القصة وهي كذلك تحمل أكثر من عبرة وأكثر من دلالة. من قصص القرآن رب العالمين أخبرنا فيها قصة نبي الله سليمان عليه السلام. سليمان ابن نبي الله داود عليه السلام. رب العالمين وصف سليمان في أكثر من موضع في القرآن الكريم، منها مثلا إذ يحكمان في الحرث إذ نفجت فيه غنم القوم، منه سليمان عليه السلام لما أتى إليه حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، منه قصة سليمان مع النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون، ومنها قصة مع الهدهد. قصة مع الهدهد، حشر لسليمان في يوم من الأيام جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، كان على مساحة واسعة. سليمان عليه السلام كان يتفقد الجند عنده، وهي فيها رسالة لكل ولي أمر ولكل مدير ولكل قائد، من يتفقد أحوال الرعية وكان يعلمهم ويعرف من هذا ومن هذا ومن ذاك. حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون مقسمين في مجموعات، فقال ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد ما حكاش ما لي لا أرى هدهد، قال ما لي لا أرى الهدهد. قال للتعريف دخلت عليه فهو معلوم هذا الهدهد، نبينا سليمان عليه السلام، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. هذه الخيارات الثلاث أمامه، إما الذبح وإما أن يأتي بسلطان مبين أو التعذيب أو يأتي بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الوقفة الأولى، سليمان عليه السلام يتفقد الجند. الوقفة الثانية، سليمان عليه السلام يسأل عن جندي محدد اللي هو الهدهد. الوقفة الثالثة، سليمان عليه السلام لا يريد أن يتخذ قرار متسرع، أعطى العقاب المناسب وأعطى العذر إن كان عنده عذر، عشان هيك إحنا نأخذ قاعدة بأن الإنسان تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا فرب له عذر وأنت تلومه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فسليمان عليه السلام الحكيم العادل الملك الرحيم يريد أن يجد مخرج لذلك الهدهد. ثم بعد ذلك أحسن الهدهد في الخطاب، فقال الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد استخدم وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل، في مقدمة أي كلام بده يعطي قوة في الطرح تبعه، بده يعطي سليمان عليه السلام فكرة ويتحدى فيها بأنه أحط بما لم تحط به. أنت يا سليمان مع كل الجنود الموجودين أمامك الآن، أنا عندي معلومة لم تمتلكها، لذلك نحن في عصر المعلومة وكيفية توظيف المعلومة في المكان المناسب. لا تستهين بأي معلومة ولو كانت قليلة ولو كانت صغيرة،
لذلك مش عجب ولا غريب لأمة إقرأ أن تقرأ. الغريب أمة إقرأ أن لا تقرأ ولا أن لا تحصل وأن لا تحصل المعرفة. هنا العجيب وهنا الغريب في أمة محمد الأمة المباركة الأمة الميمونة المرحومة. إذن أحط بما لم تحط به، وحدد مباشرة وقال جئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ يقين، وصل إلى درجة اليقين فيه. أنا ما بشك، مجرد شكوك، أنا ما بكذب عليك عشان أعطيك عذر وهمي، أنا ما بضحك عليك، أنا بعطيك عذر من سبأ، بعطيك عذر واضح. أنا انطلقت من فلسطين إلى بلاد اليمن، وصلت إلى هناك وهناك رأيت شيء عجيب، شيء غريب، مملكة قائمة بحد ذاتها. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دقة الوصف. إذن ألم يقل الحكيم أرسل حكيما ولا توصه؟ في من الناس إذا بده يعطينا معلومة تكون معلومة مجتزأة أو معلومة ناقصة. لذلك على الإنسان بأن يحرص أن يكتسب المعلومة وأن يعلم كيف يوظف هذه المعلومة. الإنسان بأن يرسل حكيم، هذا الحكيم يستطيع أن يتدبر أمره شوي شوي، هذا الحكيم يستطيع أن يوزن الأمور بميزان حكيم وميزان سليم. جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إلى الآن وصف الحال. إذن وين المشكلة عند هؤلاء الناس؟ وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يسرون وما يعلنون. قضية عقيدة. طير غير مكلف بنقل الرسالة، طير يحمل هم الدعوة إلى الله. إذن كم مبادر وجدنا بمثل طير الهدهد تبع سليمان؟ كم شخص مبادر نسأل إحنا عنه، نبحث إحنا عنه؟ لا تنتظر أحد يعطيك قرار تكليف لكي تتطوع في مهمة من المهمات. لا تنتظر، المبادر المتطوع هو لحاله اللي بيجي على أي مشروع وعلى أي مكان ويستطيع أن يمضي فيه وأن يمشي فيه. هذا هو الإنسان المبادر، هذا هو الإنسان اللي عنده المعلومة الصحيحة، هذا هو الإنسان الفعلي. هو متطوع، مش جاي لأجل مكسب مالي ولا جاي لأجل شهادة تطوع تعطى له في آخر اليوم، إنما أتى لأجل حكمة واضحة ولأجل كلام سليم وكلام واضح في مهمته وأدائه لخدمته التطوعية. طيب، الهدهد الغير مكلف حمل الرسالة، الهدهد الغير مكلف سعى بأن يكون فيه علاقة وطيدة بينه وبين الدعوة إلى الله، لذلك مضى كي يدعو إلى الله. وكم وجدنا من أناس مكلفين بحمل الدعوة إلى الله، ولكن للأسف وللأسف نحكيها ما أحسن أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على أكمل وجه. عشان هيك رب العالمين يقول ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. مشكلة عند بعض الناس اللي بيحكي عن نفسه داعي إلى الله، ولكن مشكلته بأنه هو فتنة للذين كفروا، بيكون نموذج لقدوة سيئة في الحياة، مش نموذج لقدوة حسنة أو قدوة صالحة. هذه هي المصيبة التي تعترض هؤلاء القوم، هذه هي المصيبة التي تعترض كثير من الناس. قد يكون في مكانه، مش بس هيك، بقدوته السيئة للناس يشوه صورة الدين وصورة الإسلام وصورة كثير من الناس المؤمنين المتقين. هذا هو الإنسان اللي لم يحسن أداء الرسالة وتبليغ الأمانة على أكمل وجه. طيب، الهدهد عليه السلام انطلق بدون أي تكليف، بدون أي إشعار، بدون أي قرار وزاري، بدون أي تكليف، حمل على عاتقه الدعوة إلى الله تعالى في هذه الأرض. طب إحنا إيش دورنا الآن؟ هل دورنا بأنه إحنا نفس الأمر؟ إنه نعيش في هذه الحياة بدون أي رسالة، بدون أي هدف؟ إحنا مكلفين أصلاً بنقل هذه الرسالة، مكلفين بأن نكون قدوات صالحة في الحياة. يجي إحنا نغلط يا جماعة الخير ويكون قدوتنا سيئة ونظرتنا للمجتمع والحياة نظرة سيئة أو نظرة عدائية أو نظرة رأسمالية فيها نوع من الأنانية؟ هنا المشكلة. إذن مشى الهدهد ومضى الهدهد وحدد الهدف جيداً، وهدف الدعوة إلى الله. إيش كان الرد من سليمان ذلك النبي الصالح السليم؟ كان يريد أن يتثبت من هذا القول، يريد أن يتثبت من هذه المشكلة، هذه المصيبة، هؤلاء القوم الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى. أمره بأن يرجع إليهم وأن يرمي لهم رسالة
إنها من سليمان وإنها بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمره أن يبقى عندهم حتى يشوف إيش ردة الفعل تكون موجودة عند هؤلاء الناس وعند هؤلاء القوم. هل بمعنى الكلمة هؤلاء القوم يعني يستعينوا بالله؟ هؤلاء القوم بتكون هذه رسالة إشعار إلهم، هذه هي واعظ الله إليهم، يعني يرجع عن خطائهم. وهذا أمر لمعلوماتك موجود دائما، مش بس على عهد سليمان، وفي عهدنا الحاضر كثير من الناس اللي رب العالمين بعطيه رسالة أولى ورسالة ثانية ورسالة ثالثة. هل هو الإنسان، هذا الإنسان يستطيع أنه يوصل هذه الرسالة؟ هل يستطيع بأنه يبلغ رسالته؟ هل يستطيع بأن يتعظ قولا واحدا؟ أم يبقى على غيه وفجوره وعصيانه هذا الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق سمي صديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقت حادثة الإسراء والمعراج. أبو بكر الصديق لو وزن إيمان أمة محمد بكفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ذلك رجل حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، المقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، خليفة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أول خليفة في الإسلام. في مرة من المرات رجل كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا، ورجل بدأ يشتم أبو بكر الصديق، يشتمه، والنبي جالس في ذلك المكان ويتبسم، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ما لبث إلا أن أبو بكر رد على ذلك الرجل. لما رد عليه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام وترك المجلس. فلحقه أبي بكر الصديق، يا رسول الله كان يشتمني الرجل وأنت جالس، على قولتنا يعني واحدة بواحدة والبادئ أظلم، أنا رددت عليه ما فعل بي الآن، لم يحترم وجودك يا رسول الله وأنت كنت تضحك يا رسول الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان هناك ملك يدافع عن أبي بكر الصديق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من إعجابه مثل هذا الموقف، مثل هذا الصبر الحليم، بمثل هذا الموقف الرائع الراقي من أبو بكر الصديق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث كلهن حق، ما ظلم عبد بمظلمة فيغضي عنها إلا نصره الله سبحانه وتعالى، وما فهذه واحدة، بمعنى أنت ظلمت في مظلمة فتغضي عنها وتغض الطرف عنها وتسامح، كمثل ما سامح في البداية أبو بكر الصديق وسكت وصبر، إلا نصرك الله سبحانه وتعالى، حق على الله بأن يعزك وبأن ينصرك، إذا كان من تواضع لله رفعه الله، فكيف بمن ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله سبحانه وتعالى إلا زاده الله بها عزة. ثم الثانية، أشار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل الذي ينفق النفقة يبتغي بها صلة إلا زاده الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنت إنسان في بيتك بدك تتصدق على الرحم، على ذي الرحم الكاشح عنك، بدك تنفق مال لوالديك، بدك تعمل الخير، هذا المال أنت بتتوقع بأنه سوف ينقص مالك؟ لا والله، هذه النية السليمة الصادقة الصحيحة السليمة سوف يزيدك الله سبحانه وتعالى، وسوف يكثر لك مالك ويبارك لك في مالك. ثم الثالثة، ما من عبد يسأل من قلة، ذلك العبد الذي يسأل ولا يسأل إلا تكثرا للمال، عبد يسأل
إنسان واقف على باب مسجد ويأمر ناس كي يشحد منهم على سبيل المثال، وهو غير أهل للصدقة، يسأل الناس تكثرا، إلا زاده الله بها قلة، إلا حرمه الله سبحانه وتعالى وقلل ماله. يا جماعة الخير، لما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى نتعامل مع كني، مع غني، مع عدل سبحانه في علاه، وأنت وما تنوي في 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 قلبك. لذلك ليس عجب بأنه أول حديث بوبه العلماء في كتب الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذه النية. إذا أنت الآن نويت وأنت في المجلس بأن تغض الطرف عن فلان اللي بيسب عليك، بأنك بدك تسامح فلان، فسبح بحمد ربك. إذن ودواء الغضب الحالي السريع، إذا إنسان تحدث فيك في مجلس وأنت مش قادر ترد عليه، أو أنت ما بدك ترد عليه، أو أنت بدك تمسك نفسك، سبح سبح. طيب، والله سبحانه وتعالى يرسل لك من يدافع عنك كمان. الثانية، أنت الآن في صلتك للرحم، تبتغي الصلة، تبتغي الأجر، هذا المال الذي تنفقه سيعود لك أضعافا مضاعفة. نحن نتاجر مع الله سبحانه وتعالى يا جماعة الخير، نتاجر مع الغني جل في علاه. لا تقلق، لا تحزن، كلما زدت عطاء كلما زدت قربة من الله سبحانه وتعالى، وزاد فضل الله عليك أكثر فأكثر. بس مسألة مش بسيطة، مسألة عزيزة على النفس. لما تملك القرش وتملك المال وتملك الدينار، مش سهل إنك تنفق هذا المال. وعلى الجهة الثانية، إذا مسكت هذا المال وبدأت تتقن فن الشكوى والشكاية وتحكي ما في مصاري، ما في شغل، ما في ما في ما في ما في، وتبدأ تشكو وتشكو وتشكو، أخشى أن تقع في المحظور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. في من الناس مثل الموظفين يتقن بأن يحضر ورقة عذر طبي، خلص الآن هذا عذر طبي وهو أصلا ما يعني ما عنده مشكلة، ولكن يتمارض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمارضوا فتمرضوا حقيقة فتموتوا حقيقة. ذلك الأمر النفسي له أثر عجيب في حياة الإنسان. لذلك هي ثلاث: حق على الله سبحانه وتعالى كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أترجى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. عجيب لهذه الدرجة وأكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن الغضب من الشيطان، لذلك يوصي الصحابة الكرام إذا إنسان تابت نوبة غضب بأن يقوم من مكانه، يغير المكان. إذا كان جالس فليقم، إذا كان قائما فليجلس، إذا كان في مكان يغير مكانه، وإذا بده يطفئ نار الغضب تماما يقوم ويتوضأ. يتوضأ الله سبحانه وتعالى، كما تطفئ الماء النار سوف تنطفئ جذوة الغضب. ذلك انظر إلى من هم بالسجون الآن وحدثهم عن عما أدخلهم إلى السجن، تجد بأنه كل هؤلاء الذين دخلوا هذا السجن اجتاحتهم نوبة غضب. لو صبر دقيقة، لو صبر 30 ثانية، لو صبر دقيقتين، لو صبر 5 دقائق كان حلت المشكلة، ولا اعتدى على فلان، ولا قتل فلان، ولا 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 دخل في ذلك المكان. ذلك أيها الكرام على الإنسان أن يصبر، يصبر، فإن الله تعالى يحب الصابرين، يحب التوابين، يحب المتضاخرين. سبحانه في علاه كريم، سبحانه في لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الذي خلقك يا رجل، هو الذي خلقك وصورك، هو أدرى بنفسك، أدرى فيك، هو الذي وضع كل خلية من خلايا جسدك في مكانها في موضعها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن في تعاملك مع الناس ضع الله سبحانه وتعالى في المقدمة، ضع الله سبحانه وتعالى، واستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يمتحنك الآن، يبتليك الآن، بده يشوف تصبر أم لا تصبر، تصبر أم تكفر، تشكر أم تكفر، ما وضعك الآن في هذه اللحظة. نحن في الحياة في دار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عمل، لا، في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
لذلك أيها الأحبة، على الإنسان بأن بمعنى الكلمة يتقي الله سبحانه وتعالى، يمسك نفسه عند الغضب، ثانيا ينوي النية الصادقة في صلة الرحم، ينوي النية الصادقة في طلبه، ينوي النية الصادقة في عمله، ينوي النية الصادقة في إحسانه للناس. لا نسألكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نكون من أهل التقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض ومن فيهن، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك وندعوك يا ربنا، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم يا من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ودل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا
وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.